كنيسة الشهيد ماري جرجس والقديسة ديميانا في مدينة أطرخت في هولندا عملت احتفالية يوم الأحد اللي فات بمناسبة العيد السنوي لتأسيس الكنيسة، وده كان بحضور ضيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف الإبرشية وكهنة الكنيسة. نتابع. قامت كنيسة ماري جرجس والقديسة ديميانا في مدينة أوتريخت بهولندا يوم الأحد الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري احتفالية بالعيد السنوي لتأسيس الكنيسة بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف الإبرشية وكهنة وشمامسة وخدام وخادمات الكنيسة وعدد كبير من شعب الكنيسة. بدأ اليوم بالقداس الإلهي واللي صلاه نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني. أثناء القداس ألقى نيافته كلمة روحية عن مثل الزارع بعنوان أنواع من القلوب. احتفال النهاردة في كنيسة أوتريخت كان متنوع، كان فيه كورال من كذا فرقة، وكان فيه أيضا كلمات فيها محبة وفيها خبرة وفيها روح طيبة، وأيضا كان فيه افتتاح لفصل إعداد الخدام الجديد، والفرحة كانت بادية على وجوه الناس واشتراكهم كان فيه روح طيبة، ودي بيعبر عن حبهم وارتباطهم بالكنيسة وإخلاصهم في وتفانيهم في سبيل خدمة الكنيسة. النهاردة يوم جميل جدا، يوم مميز، عيد الكنيسة 24، ونشكر ربنا النهاردة شرفنا وباركنا أبونا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني وفرح الكنيسة وفرحنا. النهاردة برضو افتتاح فصل أعداد الخدام في الكنيسة للسنة الجديدة، ودايما كده الكنيسة متطورة يا رب ودايما في فرح. يوم مفرح لربنا وللشعب وللكنيسة، بنتذكر فيه عمل ربنا في الكنيسة. كل سنة بيحصل تطور في الكنيسة على المستوى الروحي وعلى مستوى الخدمة وعلى مستوى التوسيع اللي موجود في الكنيسة والأعمال الجميلة اللي بتتم فيها. نشكر ربنا على النجاحات اللي ربنا بيديها لنا طول السنة. نشكر سيدنا على وجوده معانا والفرحة الكبيرة اللي موجودة. نشكر شعب الكنيسة اللي موجود وجي يفرح من قلبه. نشكر فرق الكورال اللي قدمت النهارده. بصراحه يوم مفرح، بيدي بهجه وفرحه، يفضل عايشين على الفرحه دي لحد السنه اللي جايه. النهارده فرحانين بالشعب الكتير ده قوي، وفرحين ان عيد الكنيسه 24 سنه على تاسيس هذه الكنيسه، وبنقدم التهنئه لنيافه الحبر الجليل الأنبا أرساني واباء الكهنه الموقرين على هذا اليوم الجميل. نعيد بالعيد ال 24 لكنيستنا، كلنا فرحانين، يعني الكنيسة هي بيتنا الثاني وكلنا بنيجي هنا ننبسط في الكنيسة. اليوم كان فيه فقرات حلوة برضو منظمينها لنا. طبعا تشرفنا بوجود سيدنا نيافة الأنبا أرساني في القداس، وبعد كده توالت الفقرات، كان في فقرات الكورال سواء الأطفال الصغيرين أو الشباب، وكان في عدد من الفقرات الروحية قدم خلالها كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الممتعة. وبعد نهاية القداس الإلهي تفقد نيافة الأنبا أرساني المعرض السنوي للكنيسة، وكمان قام بافتتاح فصل جديد لإعداد الخدمة، وسوف يقوم بتدريس مادة اللاهوت العقيدي له. من كنيسة ماري جرجس والقديسة ديميانا بأوتريخت هولندا، كان معكم نشوى فرانسيس. CTV.